الشهيد شاب زي هالشباب مناضل رافض الاحتلال رافض الذل، والشهيد انتفض من أجل شعبه من أجل أولاد مخيمه، وهذه يعني زي ما أقول لك ثورة داخل الشباب، وانتوا شايفين اللي بيصير قاعد في غزة. طبعا بده يثير الوطنية عند جميع الشباب الوطن، والحمد لله رب العالمين كفى ووفى، وشاب محبوب عند كل الشباب، وشاب مناضل وشاب مكافح ومحبوب في المخيم، محبوب مع أصحابه وحبيب أهله وحبيبنا كل لهيتنا، وربنا اختاره شهيد. ما إلنا نحكي إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.